يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفة، ودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتي عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجة يا بنتي، بس هو في مشكلة صغيرة كده، إن اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وأنت كمان كنت قلتي لي إن البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما أقول لك على حاجة صباح. قول يا. طب ما إحنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها، وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على إنك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع، بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ ضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هوية؟ اه خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله. بس انت بقى روحي هاتلنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج، وهركب المشروع من ناحيه البحر. صح، برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوه قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فنان صلاح. يلا السلام عليكم حاج. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي، مستنيك. شكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم ما يحصل. ماشي خلاص. السلام عليكم. بس انا خايفه للحاجه تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ستي ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت النقيه كام سمكه حلوين، ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ستي تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اه اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هنا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تأمري. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ اه يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ اه طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى ست المرسي ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. ابقى ادعيلي معاكي بقى. ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زين. حاضر. قوم قوم يا اخويا، بقينا العصر. قوم قفلنا سجارة كده نصطبح عشان عايزة أروح الشغل بدري. أنا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البانة في إيه؟ حصل إيه؟ ما خلصنا. ده إحنا راجعين إمبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي أنتِ، أنا وجودي معاكي ملوش لازمة. لا ليه؟ وأنت عارف أنا لو نزلت الصالة لوحدي هتاكل. أنت سايق عليا العوج ليه؟ إيه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما أجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال، نسند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يوه بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، هتسيبيني في حالي بقى؟ حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسليه. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسبت الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها؟ ده احنا طبخينه سوا. عسليه عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. يا حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس، يعني بنعرف في البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو
تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعه من شجره وقاعده معايا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك اخويا، انا ما صدقت ان قلبي مال لواحده بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صلاح، اتكلم الحاجه ام صلاح، خليها تسالها اذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعمله. تعدي عليا تقولي هاي باي او جاي، انت زعلان مني ولا ايه؟ زعلان منك ليه؟ يا ساتر ضربتني على ايدي يعني؟ مثل بيقول محتاج غناجه. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ اختي الموضوع ابسط من كده، انت معاك مشروع يكسبك الماز، دي رقاصه شاطره لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليله ولا عشر بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ وهتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكارد جديد عليا. انا مفيش حمام. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا بناء طمنا عليك، فينك؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. اه المهم الحمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى، اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجاه صح؟ هنا مفاجاه. طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزه لك، اصطبح وانا هخلص شويه مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل. نمتي ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك. ايه رايك؟ لا اله الا الله. أنا بقالي عندكم بس 3 أسابيع ومعرفش محروس. وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه أزور المرسب والعباس. وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وأنا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش. وكان وقت صلاة الظهر. طب أنت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش أطيب منه. لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله. ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين. هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي. بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله.